عارف إن الزرافة كانت في يوم من الأيام سفيرة دبلوماسية بين مصر وفرنسا؟ والحكاية ابتدت لما محمد علي باشا قرر يهدي زرافة الملك فرنسا شارل العاشر، وأصدر مرسوم سنة 1824 أمر فيه بصيد زرافة من سنار في أقصى جنوب شرق السودان، ونقلوا الزرافة على جمل لحد النيل، وأخدت فلوكة لحد مدينة الخرطوم ومنها للقاهرة لحد ما وصلت اسكندرية. وفي ميناء الإسكندرية أمر محمد علي إنهم يعلقوا في رقبتها تميمة مكتوب عليها آيات قرآنية قبل ما تتحرك على السفينة الفرنسا بصحبة السايس حسن والحارس عطير. وفي نوفمبر سنة 1826 وصلت مارسيليا وبقت أول زرافة تدخل أوروبا من أكتر من 300 سنة، وأول زرافة في التاريخ تدخل فرنسا. وطبعاً لأنها هدية ملكية لتوطيد العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفرنسا كان لازم تروح لحد الملك في باريس، فتحركت من مارسيليا في موكب مهيب ومرت بمدن كتير في طريقها، وكانت الناس بتخرج تستقبل صاحبة السمو الزرافة الأسطورية. وفي 30 يونيو سنة 1827 وصلت بعد ما قطعت 885 كيلومتر وسط استقبال حافل من سكان باريس، واستقبلها ملك فرنسا بنفسه وانبهر بيها واستغل زيارتها في الدعاية السياسية كمان. بعدها دخلت الحديقة النباتية في باريس وبقت بيتها لمدة 18 سنة كاملة، كانت فيهم ملكة الجنينة المتوجة وأهم مزار في وقت كان برج إيفل نفسه لسه ما اتبناش، لدرجة إنه جالها أكتر من 600 ألف زائر في سنة واحدة وقت ما كان سكان باريس 800 ألف بس. وكمان كان ليها تأثير واضح على الحياة الفنية والثقافية وعلى الاقتصاد والمصنوعات والموضة. وبعد 18 سنة عاشت فيهم زرافة محمد علي ملكة فرنسا المتوجة، جت لحظة وفاتها في 12 يناير سنة 1845. ومن كتر عشق الفرنسيين ليها حنطوها وعرضوها في أبهى صورة في متحف التاريخ الطبيعي في لاروشيل، وما زالت بتستقبل الزوار لحد النهارده.